نشتغل مع القسم التدقيم. لا انا حسره انا طالبه بس وجيده هنا اشتغلت، قال انا داير نجري وبدك نجري دكتور. انا اول وقت قاعدين هنا كده مرتاحين، كان وجينا هنا لا اللي هنا ما نعرفه، وانا كم نقدر اني هلو ده بدري هلينا ومشينا، وهم الا يقوموا يهلوا لنا ويجيبوا لنا امن موفره. بدك نمشي، انا نتمنى دارفور دا يبقى مبني ودارنا نرجع يبقى لنا اي حاجه موفره. يبقى لنا اي حاجه موفر وما نحتاج اي حاجه.